أهلا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم، والتي نبدأها بالعناوين. المصرف المركزي التابع للنظام يمنع السحب النقدي عبر البنوك عبر الوكالات العامة والخاصة. وبعد التوصل لتهدئة جديدة في درعا البلد، الشرطة الروسية واللجان الأمنية التابعة للنظام تدخل حي الأربعين وتبدأ تنفيذ الاتفاق. 3 أعوام على تأسيس الإدارة الذاتية التابعة لقسد، أعوام تخللها انتقادات وحراك مناهض للإدارة في مناطق سيطرتها. أهلا بكم مجددا. أثار قرار مصرف سوريا المركزي التابع للنظام الذي ينص على منع عمليات السحب النقدي من الحسابات المفتوحة لدى المصارف بموجب وكالة عامة أو خاصة منظمة لدى الكاتب بالعدل، أثار جدلا واسعا، إذ اعتبره خبراء وسيلة لابتزاز التجار ورفض خزينته بالأموال. المزيد في هذا التقرير. محاولات جديدة للنظام لضبط الأموال وحركتها في مناطق سيطرته. قرار جديد لمصرف سوريا المركزي التابع للنظام حيال عمليات السحب النقدي في الحسابات الموجودة لديه استهدفت بصورة خاصة المغتربين. المصرف أصدر تعميما ألغى بموجبه عمليات السحب النقدي لغير صاحب العلاقة من الحسابات المفتوحة لدى المصارف بموجب الوكالات العامة أو الخاصة المنظمة لدى الكاتب بالعدل، بغض النظر عن صيغتها وصلاحيات الوكيل فيها. القرار أبلغ لكل البنوك العاملة على أن تقتصر إمكانية تنفيذ عمليات السحوبات على تقديم وكالة مصرفية خاصة تتضمن إجراءاتها في حدها الأدنى حضور الموكل والوكيل أمام المصرف المعني لمرة واحدة على الأقل، إضافة للحصول على نموذج توقيع الوكيل أصولا وفق وكالة أنباء النظام سانا. الخطوة تهدف وفق ما نقل موقع اقتصاد عن وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة عبد الحكيم المصري لأكثر من هدف، منها ضبط حجم السيولة النقدية في الأسواق وابتزاز التجار. النظام يهدف لضبط الإنفاق أولا وتخفيف حجم الأموال المتداولة بغية تحسين سعر صرف الليرة السورية وزيادة الضغط على التجار وخصوصا المغتربين منهم، ما يعني أن قسما كبيرا منهم لم يعد قادرا على التصرف بأمواله المودعة في البنوك بسبب المخاوف من التعرض لعمليات ابتزاز في حال وصولهم للأراضي السورية. جدل وانتقادات واسعة أثارها القرار، حيث رأى فيه العديد من المختصين بأنه يخالف بشكل صريح القانون السوري، ليعود المصرف ويبرر التعميم بأن أحكامه اقتصرت على عمليات السحب النقدي من الحسابات نظرا للمخاطر المرتفعة المترتبة عليها كالتزوير واستغلال الأموال المسحوبة في تمويل العمليات المشبوهة كغسل الأموال وتمويل الإرهاب حسب قوله. ويبدو أن مراهنة النظام على رفض خزينته من جيوب التجار والمواطنين عبر قرارات وقوانين تصدر بين الفينة والأخرى لن تؤتي أكلها، بل على العكس سيكون تأثيرها قصير الأجل، مثلها مثل مسكنات الألم لمصاب بالشلل، يقول وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة عبد الحكيم المصري. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور فراس شعبو الأكاديمي والباحث الاقتصادي من اسطنبول. أهلا بك دكتور. بداية، كيف تقرأ قرار المصرف المركزي في حكومة النظام؟ مساء الخير. يعني اليوم ما عم نشهده من عمليات أو من تعاميم ما يصدره مصرف سوريا المركزي هو عبارة عن حالة تخبط. يعني اليوم المصارف المركزية لها أدوات سياسية نقدية تستطيع من خلالها ضبط السوق وضبط الكتلة النقدية وضبط أسعار الصرف. اليوم المصرفي المركزي السوري يستخدم أدوات غير تقليدية الغاية أو ضبط حجم السيولة والتحكم بسعر الصرف، لأنه في الأساس فقد الأدوات الأساسية. يعني الأدوات الأساسية للبنك المركزي لم تعد فاعلة على الأرض، وبالتالي لجأ إلى أدوات أخرى أقرب ما تكون إنها إلى أدوات أمنية بعيدا عن الأداة السياسات الاقتصادية المعروفة، وبالتالي هذا سوف يشكل عبء على المواطن السوري، سوف يشكل زيادة
نوعا ما التضييق على العمليات التي كانت تحدث في السابق من خلال عمليات السحب والإيداع على بعض الحسابات للأشخاص الموجودين خارج سوريا، هذا سوف يشكل نوعا ما تضييق للحالة الاقتصادية وتضييق للوضع الاقتصادي العام الذي هو بالمجمل سيء بشكل كبير. دكتور، هذه الأدوات غير التقليدية التي تحدثت عنها هل هي أيضا غير قانونية؟ كيف ذلك؟ لا، اليوم النظام هو صاحب اليد العليا، هو صاحب يعني هو من يسن القوانين وهو من يضع التشريعات، وبالتالي الحديث عن قانونية هذا الموضوع أو غير قانونيته يعتقد هذا بالنسبة للنظام يعني أصبح خلف ظهره. يعني اليوم نعم. يستطيع مصرف مركزي إصدار أي تعميم أي قرار دون الرجوع إلى أي جهة، لأنه هو الجهة. وبالتالي المشكلة هنا أن هنالك عدم ثقة بين مؤسسات النظام. يعني لا، هناك تحدثوا عن تزوير وتحدثوا عن عمليات غير سليمة في عمليات الكاتب بالعدل، ويريدون من المصارف هي أن تقوم بمقام الكاتب بالعدل الذي كان موجود في سوريا. وبالتالي هذا مؤشر على التخبط وعدم الثقة ما بين مؤسسات الدولة اليوم في ظل حالة التهالك والتآكل لمؤسسات الدولة. دكتور، برأيك كيف سينعكس هذا القرار على السوريين في الداخل وفي المغترب؟ يعني سوف ينعكس على السوريين بالداخل الذين كانوا يقومون بعمليات كما ذكرت لك السحب من هذه الحسابات او عمليات تجاريه من هذه الحسابات، سوف يكون هذا الامر سوف يتوقف. كثير من السوريين سوف يضطرون اذا ارادوا اعاده تفعيل حساباتهم للعوده الى البلد. لا اعرف اذا هذا الامر متاح لهم قانونيا او امنيا. كثير من الحسابات سوف تتوقف، كثير من الاموال سوف تجمد الى حتى اشعار اخر، وقد تذهب هذه الاموال لأن صاحبها لا يستطيع القدوم إلى سوريا، أو أنه مطلوب أمنياً، أو أنه قد يكون لأسباب أخرى. وبالتالي هذا بالمجمل سوف ينعكس على الحالة الاقتصادية. شاهدنا حركة نزوح أو هجرة اقتصادية هائلة من في الأيام الماضية من مناطق النظام. اليوم هنالك محاولة لضرب القطاع الاقتصادي في مقتل من خلال بعض التعاميم التي اصدرها خاصة المصرف المركزي، يعني إعادة نصف القطع الأجنبي المصدر، منع السحب. هذا بالمجمل سوف يساهم في دفع الشعب السوري إلى الهجرة بشكل اعذرني لضيق الوقت. أشكرك الدكتور فراس شعبو الأكاديمي والباحث الاقتصادي، كنت معنا من اسطنبول. دخل رتل تابع للشرطة العسكرية الروسية برفقة اللجنة الأمنية التابعة للنظام إلى حي الأربعين في درعا البلد، وذلك لتطبيق الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه يوم أمس. وقال موقع تجمع أحرار حوران إن الاتفاق الجديد تضمن تعديلات على بنود الاتفاق الذي أعلن عنه مطلع أيلول الحالي دون توضيح ماهيته، وأشار إلى أن حي الأربعين يشهد بدء عملية تسوية أوضاع المطلوبين مع تسليم محدود لبعض السلاح الخفيف. ينضم إلينا السيد أحمد المسالمة، الناشط الإعلامي من الحدود السورية الأردنية. أهلا بك سيد أحمد. بداية، ضعنا في صورة آخر التطورات في درعا البلد بعد دخول الشرطة الروسية إليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمور في درعا البلد تسير نحو التسوية وتسليم السلاح. وصل وفد من الشرطة العسكرية الروسية ومصفحات من الشرطة العسكرية الروسية برفقتها ضباط من جيش النظام وعناصر من الشرطة الأجهزة الأمنية للقيام بالتسويات وتستلام السلاح. تم استلام قاذفات RPG وبعض الأسلحة المتوسطة وأسلحة خفيفة من الثوار، وتم تسوية أوضاعهم وتم تسوية أوضاع وإجراء التسويات لأعضاء اللجنة المركزية وأيضا أعضاء لجنة تفاوض درعا والكثير من الشباب. وصل عدد الذين تم تسليم سلاحهم إلى 55 شخص إلى هذه اللحظة، الذين أجروا التسويات يعادل هذا الرقم. أيضا هناك وجود كثيف للأهالي، كلها جاي تتفرج، يعني كانت كأنها حفلة وتأتي الناس إلى أن تشاهد ما حصل بعد القصف العنيف الذي استمر يومين. وهذه الهدنة هي التي تم توقيعها بتاريخ 29/7/2021 ببداية الحصار وبداية الضياق الخناق على درعا البلد. سيد أحمد، نعم، هذه الهدنة الجديدة أو الاتفاق الجديد برأيك إلى أي مدى يمكن أن يصمد، وهل يصب في مصلحة أبناء درعا؟
هذا الاتفاق ليس بالجديد، إنما هو قديم جدا، ولكن وضعت عليه بعض التعديلات. هو اتفاق وقع ب 29/7/2021، والتعديلات التي وضعت عليه هي تعديلات الشرطة العسكرية الروسية، كان منها ما يدغدغ مشاعر المدنيين ليقبلوا بهذا، مثل تسليم سلاح المجموعات التي تعمل مع الفرقة الرابعة والأجهزة الأمنية، وأيضا إزالة السواتر وسحب الجيش وما إلى ذلك. طبعا سحب الجيش عندما يتم وضع 9 نقاط، كل نقطة فيها 25 من القوات وجهاز أمني، بالإضافة إلى دبابة ومدرعة ورشاش، هي ثكنة عسكرية بكل نقطة، فلا داعي أن تبقى درع البلد محاصرة من هذه القوات فتنسحب تلقائيا وتدريجيا. هكذا تنظر هذه القوات باستغباء إلى المدنيين، ولكن الحقيقة هذا الاتفاق إلى هذه اللحظة صامد نتيجة العنف الشديد الذي استعملته روسيا والتهديد المباشر بضمان روسية أو معركة بقيادة روسية. سيد أحمد، هل تعتقد أن الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية ستلتزم بالاتفاق وتنصاع لتوجيهات الروس، خاصة أنها تتهم بمحاولة إفشال الاتفاق؟ الفرقة الرابعة أتوقع أنها ستلتزم، لأنها لا يوجد أي بند من هذه الاتفاقية يجبرها على الخروج من المزارع التي سيطرت عليها ومن جمرك درعا القديم والمناطق التي وضعت نفسها بها بضاحية درعا وطريق درعا اليدود طفس وأيضا طريق اليدود المزيريب، هذه القواعد التي وضعت نفسها بها، بالإضافة إلى المزارع المنتشرة على طول الشريط الحدودي السوري الأردني والتي كانت تحلم إيران بالوصول إليها، الآن وصلت إليها، فهي لن تخرج من هناك، فهي لن تقوم بأي إجراء إنهاء أو زعزعة هذا الاتفاق وأفشال هذا الاتفاق، لأنها وصلت إلى مناطق كانت تحلم بها حلم. نعم، أشكرك السيد أحمد المسالمة الناشط الإعلامي، كنت معنا من الحدود الأردنية السورية. أدانت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد بشدة تواصل قصف النظام على درعا، مطالبة برفع الحظر المفروض على دخول المساعدات الأممية إلى المنطقة. وقالت غرينفيلد في تغريدة لها على تويتر إن التكتيك العسكري لنظام الأسد يهدف للضغط على السكان من أجل تطبيق سياسة التهجير القسري في المنطقة. ومن جنوب سوريا إلى شمالها، حيث شنت الطائرات الحربية الروسية صباح اليوم سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت مواقع متفرقة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي. وقال مراسل حلب اليوم إن الغارات استهدفت محيط قرى مرعيان وإحسم وكان صفرة، مشيرا إلى أن إحدى الغارات استهدفت أطراف قرية الفطيرة بالتزامن مع مرور دورية عسكرية تركية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. ليكون متنفسا للنازحين والمهجرين، أكاديمية خربة الجوز تفتتح ملعبا رياضيا في ريف إدلب. أهلا بكم مجددا في نشرة أخبار المنتصف، تأتيكم من قناة حلب اليوم.
3 أعوام مضت على تأسيس الإدارة الذاتية التابعة لقسد في شمال شرق سوريا، تلقت خلالها العديد من الاتهامات حول ممارساتها في المناطق التي تسيطر عليها. المزيد في التقرير التالي. 3 أعوام مضت على تأسيس الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا التابعة لقسد، تخللها كثير من الجدل حول سلوك الإدارة وآلية عملها في المناطق التي تسيطر عليها من شمال وشرق البلاد. أكراد آخرون في المجلس الوطني الكردي اعتبروا أن ممارسات الإدارة الذاتية على الأرض، وخاصة في اعتقال أعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني، اعتبروها ترهيبية وتعبر عن الفشل الذريع الذي وصلت إليه هذه الإدارة، وفق بيان المجلس الصادر في تموز من العام الجاري. وفي سياق الاعتقالات، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر مطلع العام الحالي إن الإدارة الذاتية صعدت من حملات الاعتقالات بحق المعلمين باعتقال 61 شخصا منهم، مشيرة إلى عمليات ملاحقة وفصل طالت قرابة 550 معلما، إما لزجهم في التجنيد الإجباري أو لكونهم يدرسون مناهج حكومة النظام. لكن هيئة التعليم التابعة للإدارة الذاتية سارعت للرد على بيان الشبكة، فاتهمت الأخيرة بأنها تتبع لتركيا، وبأن التجنيد الإجباري أو ما تسميه واجب الدفاع الذاتي هو قرار ملزم لكل المجتمعات الخاضعة لسيطرتها، بالإضافة لحديثها عن تطور الأوضاع لديها على كافة المستويات. طبعا من الخطط المستقبلية لمكتب الشؤون الإنسانية تطوير القوانين الناظمة لعمل المنظمات، القوانين الناظمة للعمل الإنساني، مما يساعد على خلق بيئة جاذبة للعمل. ومن البشر إلى الحجر، ففي شهر نيسان من العام الحالي اتهم مدير المرصد الآشوري لحقوق الإنسان جميل ديار بكرلي قوات قسد والإدارة الذاتية التابعة لها بتنفيذ مخطط يهدف للتغيير الديمغرافي في ريف الحسكة، حيث أفاد ديار بكرلي أن الإدارة الذاتية استولت على أراضي المسيحيين في قرية سويديك ومناطق أخرى، منتقدا صمت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على ممارسات قسد. قال الناطق باسم قوات اليبجي التابعة لقسد نوري محمود، قال إن قواته العسكرية والإدارة الذاتية مستعدة لإقامة أفضل العلاقات مع كافة الأطراف بما فيها تركيا. وأضاف محمود في تصريحه لقناة اليوم أن وجود القوات الأمريكية في مناطق سيطرة قسد مهم، لكن واشنطن لم تلعب الدور المطلوب لفتح المجال السياسي على حد وصفه. وأضاف أن الجنرالات الروس يتصرفون وفق مصالح شخصية وبالتوافق مع الجنرالات التركية في المنطقة دون مراعاة لمصالح روسيا على حد قوله. قال وزير التربية في حكومة النظام دارم طباع إنه لا مانع لدى حكومته بتدريس اللغة الكردية في مدارس المناطق الخاضعة لسيطرة قسد في شمال وشرق سوريا، وأشار طباع إلى أنه إذا كانت هناك رغبة لتعلم لغة محلية فهذا متاح وفق القانون في الجمهورية العربية السورية، لافتا إلى أن ذلك حق مشروع للأكراد بحسب ما ذكرت صحيفة الوطن الموالية. وبعد عام من الانقطاع تفتتح أكاديمية خربة الجوز الرياضية ملعب كرة القدم ليكون متنفسا رياضيا مهما للنازحين والمهجرين في ريف إدلب. بعد عام من التوقف والانقطاع تفتح أكاديمية خربة الجوز الرياضية بحلة جديدة ملعبها لكرة القدم، وذلك وسط أكبر تجمع للنازحين والمهجرين في المنطقة، والذي يعتبر متنفسا رياضيا مهما للأهالي على الحدود السورية التركية غرب إدلب. هلا بالنسبة لافتتاحية الأكاديمية، يعني كانت فتحت من سنة ورجعت وقفت سبب أرضية الملعب، سوء أرضية الملعب، وهي وهون الملعب هلا السنة جديدة، إنه الحمد لله رب العالمين الشباب اشتغلوا، إدارة الأكاديمية اشتغلوا عليها وهالملعب متنفس للمخيمات كلهم. الحمد لله رب العالمين، يعني الفريق الخصم فريق جيد نوعا ما، والبطولة الحمد لله استتها بأولتها، بنلتقى معك فرق كبيرة إن شاء الله بالأدوار القادمة.
انطلق الافتتاح من خلال مباريات ودية وببطولة محلية مكونة من فرق تضم أبناء المنطقة والمهجرين إليها. قدموا مباريات أضفت المتعة والبهجة على كل من شاهدها وسط حضور جماهيري من الأهالي. ممكن لاعب عنده مواهب كبيرة كتير بيكتشفوها بقية الفرق مثلا، هو الهدف الأساسي هو متنفس له الناس لأهن الناصحين بشكل عام يعني. أما يعني بالناحية ممكن يشارك هذا اللاعب بيكتشفه أي فرق، ممكن فرق تشوفه يشارك ببطولات خارجية كانت بملاعب خارجية بالشمال ولا بالمنطقة هون. فمتمنى إن شاء الله هالبطولة يعني تكون بطولة كلها محبة مودة. يقول القائمون أن للرياضة دور مهم للترويح عن النفس في ظل واقع النزوح المرير، وتكون أيضا متنفسا مهما وفرصة لمحبي رياضة كرة القدم ممارسة هوايتهم المفضلة. تعود روح الرياضة ومتعتها بمباريات ودية وافتتاحية في ملعب أكاديمية خربة الجوز على الحدود السورية التركية غرب إدلب. يقول القائمون أنه متنفس رياضي مهم يجمع الشباب النازحين والمهجرين في المنطقة. جمال أحمد، حلب، اليوم، ريف إدلب الغربي. قبل أن تفقد عينها الأخرى، سيدة تنشد المساعدة لإجراء عملية زرع قرنية لطفلتها. وتعيش السيدة النازحة من شرقي حمص إلى احتملات شمالية حلب، تعيش أوضاعا إنسانية في غاية الصعوبة. يعني شهد أقول لكم عن حالتنا، يعني والله أنها يعني أني أرملة وبرقبتي يتامة، وإني أشتغل وأني أني يعني المعين أول بادي معين الله، وبعدها يعني أنه أنا اللي أشتغل وأقدم لهم. عندي ثلاث ويلات وبنات اثنين، يعني بنتي الصغيرة هي اللي مصابة بعينها معاها التهاب قرنية، كل ما أخذها على دكتور يقول لي يا أختي الطفلة هاي يعني حصرا ودها عملية، ودك حدا يعني أنه يعني يكفل بها الطفلة. يعني كل ما أخذها على دكتور أو أروح على منظمة، حتى منظمات رحت لمن كنا بإدلب، كل ما أخذها على يقولوا لي يا أختي إحنا مبلغها يعني 3,000 دولار، ما أبو ولا منظمة تكفل يعني بهالشيء. يعني كذا منظمة مشيت، كل ما أمشي يقولوا لي يا أختي والله إحنا ما هذا المبلغ كبير، 3,000 دولار صعب إحنا ما نقدر نكفل. يعني شوفي بلش إن شاء الله إنه أهل الخير إنهم يساعدونك إنه هالطفلة، وإن شاء الله إنك تعالجينها. يقطن عبد السلام دياب المهجر من ريف حماة في مدينة راجو بريف عفرين، حيث يعمل الآن بمشروع محل حدادة قام هو وشقيقه بافتتاحه لتأمين قوت يومهم. المزيد في هذا التقرير. أنا عبد السلام دياب من ريف حماة الجنوبي. بلشت الثورة ونزحنا من ريف حماة الجنوبي على ريف حمص الشمالي، وهناك كنا قاعدين وتصاوب ابن عمي حدنا بيت حدنا، فتنا نطالعه كمان ردوا ضربوا علينا، نزلت علينا قذائف. تصاوبت أنا واستشهدوا شيء 4-5 من المسعفين اللي كانوا معنا. بتركيا عملوا لي إعادة فتح بطن ثاني مرة وشالوا لي شيء 6 أمتار من الأمعاء، وردوا بتروا رجلي من فوق الركبة وصفايح بإيدي وسياخ بإيدي، وركب الطرف بتركيا بعد شيء 5 أشهر، ركب الطرف الريحانية. تهجرنا على بال 2018 على ريف إدلب الجنوبي بالتهجير هذا الأخير اللي صار. قعدنا شي سنة بريف إدلب الجنوبي أنا وعيالي، كما رد صار علينا القصف وما عاد ينقعد هنا، طلعنا على منطقة هون غصن الزيتون بعفرين، هلق حاليا براجو. الجامعة ما عاد فيني يعني أكفي بسبب إنه النقل مشكلة هلا بعيد، يعني بعزاز مازاز الدراجة في مشوار 60 كيلومتر، وهناك كنت أنا معفي من الجامعة من رسوم،
وكانت قريبة علي. هون في رسوم والنقل بعيد. بعدين في أخوي كان طالع من السجن وله معارف، حسن هيك يأمن مبلغ. أنا يعني كنت أشتغل قبل الثورة بالإحدادة وبالصحية وعدة مصالح كانت معي، أشتغل كذا شغلة. فتح محل الإحدادة وعم حاول شو هل الله بيعيننا عليه هيك نشتغله ونشتغله يعني. المحل فتحنا ومثل ما بقولوا الحارة يعني ميتة نوعا ما، ما أحسن تحصل محل بالسوق أو بالصناعة تحت، مجنب هيك شوي، بس مع ذلك لا بأس يعني الحمد لله. أنا عم أخذ أيامية فيه يعني، محل ما إلي بس ماشي الحال يعني. ولا الواحد طالع خرجيته وهيك خبزات وحق خزان المي والسلة هيك شوي ماشي الحال. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه النشرة التي قدمناها لكم من قناة حلب اليوم. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك على موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. في أمان الله.